اجتمع مع الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية اليوم مع السيد توني بلير رئيس وزراء المملكة المتحدة الأسبق الذي يقوم بزيارة لمملكة البحرين. وقد رحب معالي وزير الخارجية بالسيد توني بلير منوها بجهوده لأجل إحلال السلام في الشرق الأوسط متمنيا له دوام التوفيق. من جانبه أعرب السيد توني بلير عن سعادته بلقاء معالي وزير الخارجية مشيدا بدور مملكة البحرين في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة متمنيا للمملكة المزيد من التقدم والازدهار. وخلال الاجتماع تم تبادل وجهات النظر حيال قضايا المنطقة التي من شأنها دفع الجهود الإقليمية الدولية الرامية إلى التوصل لسلام عادل وشامل استنادا إلى حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بما يضمن البدء في مرحلة جديدة بالشرق الأوسط تلعم فيها جميع الدول بالاستقرار والتنمية والرخاء.